بهدف تعزيز المشهد السينمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم صناع الأفلام من الإمارات وخارجها والاحتفاء بأعمالهم، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منصة الشارقة للأفلام المهرجان السنوي الذي نظمته مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها للخريف، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 27 من نوفمبر الجاري. هذا المهرجان يستضيف أكثر من 50 فيلم قصير وطويل من الفئات الوثائقية الروائية والتجريبية، واستقبلنا أفلام من مخرجين من كل أنحاء العالم. من أهم الأشياء التي يقدمها مهرجان شرق الأفلام هي المنح للأفلام القصيرة والمنح للأفلام الطويلة اللي نقدمها مع مدينة شرق الإعلام شمس، لأن في هذه الأيام ما نشوف كثير من المؤسسات أو مبادرات تدعم الفيلم أو صناعة الأفلام في الإمارات، فمهم جدا لنا كمؤسسة تدعم الفن والفنانين أن نوفر هذه المنح بطريقة مستمرة بشكل مستمر، وإن شاء الله في السنوات القادمة نقدر نطور هذه المنح بطريقة أكبر وممكن نوزعها على فئة أكثر من الفنانين أو المخرجين. احتضن المهرجان بالتزامن مع برنامج عروض الأفلام مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل التعليمية التي يديرها ويشرف عليها متخصصون وصناع أفلام بارزون، بالإضافة لبرنامج المحترف السينمائي الذي يقام بدعم من مدينة الشارقة للإعلام شمس، شريك المؤسسة في الصناعة السينمائية. منصة الشارقة للأفلام فرصة كبرى للاحتفاء بالإبداع واستكشاف أهم المواضيع النقدية ودعم توزيع الأفلام القصيرة والطويلة إقليمياً ودولياً.